أهلا وسهلا أهلا وسهلا. واليوم موضوع جريء، 99% من أمة العرب والمسلمين ورجال الدين المسلمين بدهم يهدروا دم مريم وينشروها، ولكن الكاتم عن الحق شيطان أخرس. رح أحكي أنا أول مرة، ما بعرف أو تاني مرة يمكن، رحت على الكعبة المكرمة، ودايما ولا مرة رحت وحدة لأنه لساني بلوى، سو دايما معي أو بنت الملك أو بنت أخته للملك أو بنت ابنه للملك الناس ويقبلوا. مرة كنت هيك ومدش قلت يا عذراء، قالت كافرة، جاوبتها قالت لا جديدة في الإسلام، شوفوا الرحمة. وهيك مرة رحت وقلت لها بدي أشوف وين خلق الحبيب، وين خلق النبي، أخذتني وجا واحد كفار أنتو بجبج، عرف مني أكل داره وسكت. قلت له طيب بس ليش هالبيت مهمل؟ يعني لو بيت المسيح يلي خلق فيه المسيح بأمريكا أو يا أختي لو بلبنان كنا عملنا منه تجارة وإجت الناس تزور وتعمل له زيارة وكل، بس إنه هيك بهالوساخة وهيك مهمل. سألته لواحد هوني قلت له ليش هيك؟ قال لي حتى الناس ما تتمسك عبادة أصنام جديدة. بشكرك. فيها شيء من الحقيقة. بأمريكا في شجرة ما فيك تقرب لها، هيك محاوطينا. انتبهوا، هي شجرة مقدسة، مش إنه مرأة حدا المسيح أو شيء، لا، بس من الشجر النادرة. بيجوا السواح وبيشوفوا هلا بيصوروا وبتسمي قولي تشيز تنتصور حد الشجرة. يا خي أنا وعم بتصور إذا كنت عم بحركش من خيري بطلت. دايماً هيك لازم يكون في قناع وهيك ورا قناع، بتعرفوا كيف، مجاملات، ما بقى في صدق بالإنسان، ما بقى عم نعيش اللي عم نحسون، لازم نعيش مثل ما بيقول صاحب المعاش. قال له كثير منيح معاشك بس عم فكيك تعيش؟ لا، وي ار جود ان ميكينج ا ليفينج بات نوت ان ليفينج، بنعرف نعمل معاش كبير بس ما بنعرف نعيش. سو اجاني ايميل هلا وراح فرجيكم الصور، وعم بيحكوا الناس انه شو هيك، ليش عم بتصير. بسم الله الرحمن الرحيم. من العجيب ان نرى اثار بن عثيمين، سمحني هذا بده يكون كان أو مفتي أو شيخ كبير أو عالم، من عثيمين، توضع بمؤسسة ابن عثيمين أثار لإله في مكان فخم يكاد يفوق طول المسجد المجاور، ويجولون البيت النبوي ويحولون البيت النبوي إلى، ما رح أقول الكلمة، فإليكم سادتي ولكم التعليق. نبتدي بواجهة المؤسسة، هيدي مؤسسة لصاحبها ابن عثيمين. شوفوا هالمؤسسة الفخمة الكبيرة، وهون كمان. والآن ندخل المبنى لنشاهد العجب والعجاب، نظارات ابن عثيمين ومحوطة بالزجاج للحفاظ على تراثه. آخر عوينات لبسها، آخر قلم كتب فيه، ليش ما بتحط آخر مرة يعني؟ آخر طفل خلق لك أو آخر هيك أو آخر هيك. وهذه ساعات بن عثيمين التي كان يستخدمها، وهذا آخر قلم استخدمه بن عثيمين، كلهم اللي حطهم. وفي المقابل نرى من يهدم قباب آل البيت بالبقيع وتحويل بيت النبي إلى مرحاض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا فيديو تعليق على تحويل المنزل النبوي إلى، شاهد المقطع محطوط كلكم صرتوا تعرفوا وين موجودة، وانتشرت اليوم على اليوتيوب وما في لزوم، ما بقى في سر. هلا راح أحكي بعلم وأنتوا عندكم الأعلام. نفى، مين أقوى اسم بالعالم اليوم؟ محمد. مين اللي بده يرجع يحكم ولو على يد كافر؟ الإسلام. مين الفطرة عند الإنسان؟ الإسلام. لتكن مشيئتك، قال المسيح وبوذا وكريشنا وكل المستنيرين.
هل هو بحاجه الى بنايه، الى يحطوا له عويناته او يحطوا له؟ ما هو مزروع بقلوبنا، قلوب الناس اللي عندها عشق الى الحق، ما بدنا شيء من اثاره. علميا ممنوع، دينيا ممنوع، بعلم الطاقه ممنوع انه يكون في اي اثر. مشان هيك ما في صوره لمحمد. وقت بدك تقول صلى الله عليه وسلم عم بتصلي على الذات المحمديه اللي فيك، مش هو الله والملائكه عم بتصلي عليه، هاي الصلاه مين انا بالنسبه له؟ وهيك كل مسيح وكل بوذا وكل كريشنا وكل مستنير. بودا قال لهم ما تعملوا مني تمثال. لك شو عملنا؟ واحد تمثال من خير وهيك، ثاني تمثال من خير وهيك، ثالث تمثال من خير وهيك، مثل ما شافوا عملوا ألف تمثال وتمثال، عبدة أصنام. صار يهرب من مطرح لمطرح، خلق هون، انتشر هون. وهيك محمد، وهيك كل مسيح وكل محمد وكل مستنير وكل ولي وكل خليفة وكل طفل وكل زهرة وشجرة. الطبيعة بدهم يعملوا لها تمثال على طول بحياته حيوية. من آمن بمحمد، محمد مات، محمد الجسد مش محمد، نعم الحيوية الأمومية الألوهية اللي فيه الأزلية، عند ربهم يرزقون. فإذا وقت بتكرم إنسان هذا التكريم، إن شاء الله ما حدا يكرم حدا بقى. ميني أنا تكرمك؟ هو شو قالها؟ حرقوني وخلوني 10 دقايق بتشوفوني بتاخذوني وبتحرقوني، لأنه جسدي من التراب إلى التراب. الحرق بالطقوس البوذية والهندوسية هي حتى ما يرجع يلبس جسده، ما يضل بالأرض، يعني يرجع يندم ويفوت فيه، لا. وهالجسد هي طاقة من التراب، 700 سنة أقل شيء تيرجع. سو احرقوا ما يتمسك تيشوفوا، لأنه هيدي العظمة بتضل 150 سنة بالأرض. مشان هيك بالأهرام حطوا الفراعنة صبروه، بس هيدا ما في رحمة، ما في عدل بالجسد. بس تعلمنا، منتعلم الأدب من قليل الأدب، منتعلم العلم من الجهل. قال له اعقل وتوكل، من هون بدي العقد من الجهل، خلقه قبل الإنسان. فإذا اليوم وقت بتروح على متحف عم تتفرج على أنت ماضيك ومستقبلك. المزارع ما بده متحف، بيطلع بالبذر الزيتون وبيعرفها خضراء أو سوداء، لأن هو فلاح بيفهم بالأرض. إذا ما في مزارع ما في إنسان، منين بدك تاكل؟ منين بياكل السلطان؟ من المزارع. فلاح مكفي، سلطان مخفي. في كثير حكم لازم نفهمهم ونعيشهم، وما لهم كلام. شو ما حكيت عن الحكمة، أي آية قال له من القرآن شرح 18 ألف شرح، وما في شرح مثل التاني. ولا زلت على الشاطئ. بتتذكر إجوا سألوا الإمام علي، قال لهم لو سألتوني 1000 سؤال وسؤال نفس السؤال، عندي 1000 جواب وجواب ما في جواب مثل التاني. ليه؟ لأنه النهر ينهر على طول، عم نتغير كل لحظة، أنا وتيابي وأنت والزهرة والشتلة والبلاستيك وكله كله كله في حياة. بس في طاقة انفلاش وطاقة انكماش، يين ويانغ، ذكر وأنثى. ومن كل شيء ذكر وأنثى، أنا شيء، رحمته وسعت كل شيء. فإذا الرحمة حياة والشيء حياة. ولكن بتعلم هون اللي بدنا نتعلم، إيه ليش حطوا لهالشيخ لهالمرشد؟ لأنه حبوه. وبتعرفوا فتاوى رجال الدين، يعني كل واحد قال له استفتي قلبك ولو أفتوك. فإذا تعلموا منها وما نبلش نشوف فيها خير والشر ونلتهي. قال هنا التكاثر، خليني ابتعد عن كل الدنيا، كل من عليها فان، كل شي بيموت ما بدي اياه. بس مرق هيك مرور الكرام مثل النهر، النهر عارف انه رح يكون بالبحر وبالمحيط، وبعدين بيصير غيوم، وبعدين بيصير شتاء، بيرجع بيجي وبيروح. بتتذكروا الورقتين
يلي كان وين تحت الصخرة. كيف بدهم يمشوا بالنهر؟ قالت لا دخلك يعني. قالت لا أنا بعرف أطلع من تحت الصخرة. صرت شد حالة هيك وطلعي ونهرت بالنهر. قالت لا إذا بدك بساعدك. قالت لا أنا هون بدل تحت الصخرة بخاف. قالت لا هون بدك تموتي، هونك بدك تموتي. رحت أنا مشي ضلي برمت البرمة ورجعت. قالت لي بعدك هون تحت الصخرة. قلت شو بدك ضل بالهوي؟ أبرك تطلع؟ إذا ما في وادي ما في جبل، إذا ما في صح ما في غلط، ولكن مين بجيب أفهم؟ أنا مرة بقرأ عندي الكتاب خير جليس، ما بقدر لكم يعني. مرض بتسموه مرض، إدمان وين ما بروح لازم يكون أوشو معي. بيقول لي أنا بقلبك ما بدك يعني نحكي، بخاف أحكي بالإنجليزي ما بدي كتب، بس بالعربي لازم يكون مع كتاب، لازم يكون معي هيك، بس بالإنجليزي ما فيني إلا كتاب بإيد. ولا شرب الخليل، صار اسمه شرب الخليل أبو الشوارب. قال لي مريم يعني كيف بتكتبي هيك؟ قلت له مثل ما أنت، كيف بتحكي هيك؟ كلنا عنا إياها بالفطرة، كل شيء بتحبه يعني، كون سم إذا بتحبه ما بيأذيك. قال لي شو اللي بيأذيك؟ قال لي ما بتحبه. فإذا كل واحد منا أنا تفكر، أنا عندي عشق إن كان بالأكل أو بالكتاب أو بالحلويات، هيك عندي عشق للخبز، عندي عشق للشوكولا، عندي عشق لأوشو بالكتاب، عندي عشق للصديق موجود، واحد اثنين بعدهم موجودين. بقول له لخليل ما بعرف انت بدي كباك، بيضحك. بكون بازمه صعبه كثير بحلها. فاذا كل واحد منا انا تشوف وين عشقك، هيك بدي اقعد انتقد ليش عملوا هيك وليش عملوا هيك، لا بقعد بقرا. وهلا رح اقرا هون، وهودي اللي بعت لي اياهم 100 حكمه من واحد بهدلته كثير. Don't send copy paste، كبهم كله، ما بدي copy paste، بدي شيء منكم انتو تبعتوا لي ايميل انتو كيف عم بتعيشوا. باليمن في بنت بحترمها وبحبها ووقعت بالجوره وقاعده بتقول لي بس هلا ما في نعمل شيء باليمن لانه هيك ولانه هيك. قلت لها يا ازل كم ناس صحوا من السرطان معك، بس هلا الرئيس كب بيتك. قلت لها ديلك ما تقولوا الحق على فلان، ما بقى في لوم، نو جادجمنت، ما عندنا وقت. إذا كل الوقت بدي أقعد حاكمك هيك وهيك وهيك ما عندي وقت تشتغل لحالي. ما عجبتني بعمل لك ديليت بكل شكر وتقدير، شكرا خلص ديليت وبلوك وهيديك الكلمة، ماني بحاجة. أول شي تكونوا منكم بحاجة ماديا لحدا، استغني عنها، مش إنه بدي إياها. ما بدك سيارة عندي إجرية، ما في أكل بتضلك تلاقي أكل على الطريق تاكل من الزبالة. المهم تعرف هيهات من الزلة. أن تضيء شمعة، هي اللي بعت ليهم بعد ما بهدلته وبعت لي هلا اثنين حكم كتير حلوة. أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام. هاي كل الوقت بدي سب العتمة، يقول لك ضوي لك شمعة. خلص قلت له ضوي شمعة صغيرة بتضوي عتمة كبيرة. أنت الشمعة، أنت النور، أنتم نور العالم وملح الأرض، ايه تضوي شمعتك. طبعا ما لا يحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كل ما وقعت تعلمت انك وقعت، رجع وقف، تتعلم من الوقعه. كيف الاطفال بتعرف تمشي؟ يمشوا بدربي، بيرجع بيقوم بيضل يمشي، بعدين ببلش يتهدى، بعدين طبيعه كلها هيك. النمل مين علمها؟ كل هالحيوانات مين علمون؟ هيدي الطاقة فينا. كل ما وقعت يه تري بعرف اوقع وبعرف ارتفع. ضلك انت هذب نفسك، علي نفسك، سويها. هيدي انت، ما حدا بيحبك الا هالنفس، نفسي ثم نفسي ثم نفسي، اخي بالروح وجسدي بفوت معي هالقبر. فاذا هي بحبني كثير وانا بدي احبه وبدي غنجه وبدي اغمره وبدي طعمي، وما بدي خلي حدا يحط ايده علي الا اذا كنت انا اكيد منهم. ما بدي حدا يعطيني اي كتاب تقرا بكبه كل كتبكم، ما بدي، ما تبعتوا لي ولا كتاب
ولا شيء تقرا، خلص عند النبع. ما بدي هالنقطة اللي بجيبوها حتى لو كانت نظيفة، معي الأوركسترا. كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه. نعم أيها الحق لم تترك لي صديق، كل ما صرت تعرف، كل ما صرت تعرف أنك ما بتعرف. وعيش مع الأموات، دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض. بتمنى هيك يكون عندي صديق صديقة، يكون عايشة بجماعة، يكون عندي جيران، يكون في حدا بالبناية. أنا بأوسخ بناية، ما فيني إلكم، بتشوفوها على الموقع من برا ومن جوا، وما فيني خبركم مين اللي ساكن. الإناء ينضح بما فيه، بس لما بتوصلوا على الطابق الخامس منكن بهالعالم. خبرتكم كم مرة صاروا إجا حرامي على البيت، ما في شيء تيسرق، بفوت بحال. شو بده يسرق؟ زريعة بده يصقيه، كتاب بده يقرأ، وفرشي على الأرض وحصيري. بفوت بحال، ما في يسرق. نعم، إذا في بيت يخلو من كتاب هو بيت بلا روح، خير جليس الكتاب. ولكن أي كتاب يلي بغزي القلب، بيذكرك بقلبك، بفوت على لب الألباب، مش هالكتب اللي بتشوفوها يعني. ما في كتاب فيني أقرأ باللغة العربية أبدا، إلا إذا كان من أهل الذكر واللغة بسيطة بعدت لي إياها بقرأ. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائما. قال المسيح السلام عليكم وعليكم السلام. كل مسيح وكل محمد وكل نبي 11 حرف، السلام عليكم، واو ثلاثة، عليكم السلام، بارادوكس. وقت اللي انت بترد، هلأ شلنا الواو وحطينا واو، أو تقرأها هيك كل حياتنا صارت هضق واو بكل العالم. مين قدر يطلع من هاي هالكبت؟ هيدا كبت جنسي، كبت فكري، كبت بكل حواسنا، كتب الزنا على جميع حواسنا. انتبهوا، بكل الحواس. الألقاب ليست سوى وسام للحمقى، والرجال العظام ليسوا بحاجة لغير اسمهم. من منكم محمد؟ بس الألقاب، الوزير السابق، والوزير في تصريف الأعمال الحكومي مدري شو، والوزير وسفير وسعيد، مش بقول لهم الألقاب، أنا كله بشيله. ولا مرة قلت لأمير يا سمو الأمير، هاي سمومة. وقت رحت على الحج قال لي رجمت الشيطان، قلت له يعد حدي بدي أرجم إيديك. وامبارح واحد بالبيت عندي من كبار الناس، ها، قلت له كلمة، قلت له، قال لي بصلي لك بدعي لك بعرفة، قلت له أنت واحد البلاء أخلاق، هالحرامي والكذاب والمنافق ولا هالثروة كلها بتروح تصلي بعرفة؟ عرف لمن عرف، هون الله سكن بالبشر مش بالحجر. والله ما حج إلا ناقتي وأنا وإعرابي، والإعرابي ما راح شاف أرملة أعطاها الحلال للحلال. كل هالناس اللي بتشحد بلبنان شي بيقرف على ساحة ساسين بعمري، وأكبر وأصغر رجال ونسوان، ومرة فرنسوية مواجس بفرنسيز وبر الفرنسي اللي عم تشحد، لصوص وكذابين ومنافقين. سيد موسى الصدر لمينا كل الأطفال، الأب عفيف عصيران اهتم فيهم، والكبار بعمره اهتمت فيهم مؤسسات. احنا ما نشهد، عيب يا عار العالم. ما بتسدوا 7-8 سنين عمرهم ما تشهدوا حدا، لو عم ببيع علكة ومدري شو تتربح مصاري لوتو، فهمكم في ايش عم بيعملوا بالولاد والبنات الصغار. يعني شو قالت لي، بس في مره بنت عمرها 14 وبنت 16 قاعده تشغلون. قلت له هاي ال 14؟ قالت لي ال 13 و 12 حبلي. قلت له شو عملتي؟ قالت لي في طبيب مقدمتهم مؤسسه مجانا بيعمل اجهاض. الله يخلي لنا اياه. ما في كلام، من يحب الشجره يحب اغصانها. الوردة فيها شوكة، وإذا ما حبيت الشوكة ما حبيت الوردة.
إذا ما شفتني السطلني فيي والجهل ما بتحب العقل اللي فيي، بدك تحبني هيك وهيك، مش بتحبني بس حبني جوزي أنا وقوية، حبوني ولادي أنا وغنية، بتحبني بس لأني أنا عم بعطيك وبدفع لك. لا أنا كريمة بس مني غشيمة. خلص سكرت الباب، خبرت محمد كيلاني عم بيهتم بالويب بالبيب بالموقع، وكتار ناس بتفوت لأن اسمه بي سبيس، وفي مريم نور كمان، بس بي سبيس إنه إيه هيدي مش عربية، بيفوتوا بيلاقوا عربية ومسلمة وبإنجليزي وكل. واو مريم إز ذس إسلام؟ يس ذس إز يو، أنت هيك كما تراني أراك، أنا مرية لإلكم. بتسبوني هيدا الإناء ينضح بما فيه، بتحبوني الإناء ينضح بما فيه. تعملوا حملات يا بدنا نشيل مريم نور عن النيو تي في، أو بدنا نهدرها دمها، أو شو ليش عمي عم بتسبوا فيها؟ ما أول ما جيت هيك من أمريكا وأنا بشكره رجل دين طوري قال لي كوني أنت طبيخة وما تحكي أنت عشوية، وأنا ما بنسى حضني مستيق لأجريك، بس كلهم خافوا. وهيك في واحد مهم قال له لغازي كنعان دخيلك ما فينا نحطه على وسيلة إعلام، إذا حكيت الجمعة ما في حدا أحد بالكنيسة، هل قد مسيحك ضعيف؟ هل مرة بدها تشيله؟ جبران قال لهم خلوا لكم مسيحكم، لكم مسيحي غير مسيحكم، مشان هيك منعوا كتاب النبي، ما بقى في شيء ممنوع. لو جبران هون قتلني هلا منتاجر بكتبه وبرسماته، وكل واحد تقتله عم تاخذ فستان. كل يوم بيطلع كمال جملاط وبنقتله، موسى الصدر منغيب كتار، لك شو عملنا؟ مشان هيك وقت اللي بتشوفه مثل شربل، حلو كثير اللي قال شربل الله كونوا الله والمسيح الله، كونوا ألوهية. وقت اللي بيروحوا بيعتزل بيخدموه بعدين بيشوفوا انه استنار، بس ما في لزوم، كلنا نور من نور وكلنا مستنيرين. الفرق مثل ما قال بودا، انا شايف حالي اني نور وعرفت نفسي، ومن عرف نفسه، بس انتوا بعد ما عرفتوا، كل واحد منا يعرف اني انا، هل انا الصغيره هي الانا الكونيه. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. لهالسبب محمد عمل طلع على جبل، نعم غار حراء، جاب العدل تيقدر يحكي مع هالجهل. عنده الرحمة بس الرحمة بدها عدل تيحكي. قعد فوق وإجا عارف حكي مع الأبيض والأسود وهيدا وهي والنينينا والتذينا، وضاين 63 سنة. ووقت اللي عنده هو الاستخارة قال له لا، أتممت عليكم دينكم، بده يرجع على البيت، بده يعيش مع نفسه مع حياته مع أخوته مع أصحابه هون على ممر طريق، هونيك الوطن بالآخرة. إذا اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. العدل هو الأخلاق يا أخو، أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. كل هالكلمات اللي بتشوفوها هي بتتواصل التواصل والتواكل مع بعضها حتى ترجع تذكر الإنسان بأخلاقك. وقت اللي بيكذب براقبة، وقت اللي بيسرق براقبة، وقت اللي طيب راقبته، ما كنت جوعانه ليه أكلت؟ لأني ضجرانه. طيب ليه ضجرانه؟ لأني هيك ضجرانه أنا. طيب ليه انفعلت؟ حاسب نفسي حسيبي ورقيب على نفسي. ما معناته ما بيغلبني، 99 مرة بيغلبني هيدا، ما فيني قلكم يعني، قال له لعبادك الصالحين، بس بتصالح أنا وياه وبعرف إنه غلبني، وبعرف إنه تاني مرة لا، وتاني مرة بيغلبني، بس هيك كل الوقت بحوار. وبتذكر ضلت رابعة تتحاور عليه حتى غيرت في القرآن، قال لها رابعة عندك قرآن؟ قلت له يعني. قال لها في عندك شي ولد صغير هون؟ قلت له لا. ليه؟ قال لها مين مشحط هيك بالقرآن؟ قلت له أنا. ليش هذا كل القرآن؟ سكت. ما شلته منه؟ نعم. قلت له أنا كمان شيطان ورجيم ومدري شلتهم، ضليت حبيت الشيطان حتى شفت الله فيه، والشيطان مثلي مثلك عم يفتش على الله، مشان هيك بصير يجي معي وبيغلبني، اللي شفتي أنا أقوى منك أنا أقوى منك أنا أقوى منك، طلع غلبني
وكل واحد هيك منا. طيب المسيح تجرب وكل الناس تجربت وكل الأولياء وكل هيك بتجرب. قال له إلا عبادك الصالحين. ومحمد قال وإن عدلتم فواحدة ولن تعدلوا. والنبي قال أنا ما عدلت يا حبيب قلبي شالتواضع. فإذا كلنا نعرف أنه ما منعرف أنه هيدا بده يغلبني، بس المهم أعرف أنه إيه عم بيغلبني، عم بيغلبني، غلبني، شو بدي أعمل؟ نعم، ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل في أن تريد ما تعمله. Do what you love, money will follow. هيني كتير، عمل أي عمل بتحبه وبتجي المال. أنا عايشتها هي. ولا مرة ولا أي تلفزيون ولا أي حدا كرمني، هالتلفزيون كرمني أكثر من غيره ماديا، ولكن لا شيء، يعني شو بدي لكم، بس كرمني حرية، هي أهم شيء. وإذا بقلكم unlimited شو ما بدي فيني أعمل، بدك مليار وبدك مليون، ولكن أنا مش بحاجة، بحاجة اللي بدي إياه بتجي بس، بأكل وبشرب وبنام وبصرف على البرنامج على الويب على بيتي وخلاص. إذا تركت معي دولار في واحد اسمه فلان بيخدون وبيكفي الطريق، وإلا ما فلسه، ما بدي ترك شيء لأهلي وورتين. أنا بس بي مات قلت له ما بدي شيء من ورا بي، الميل بأنه حلال أبدا. وأخوتي هيك ديليت وبلوك، وبنتي وكلهم ماشي هودي، ما في تبني، منا بنتي استأجرت الرحم مع السليم. أخوتي هني يلي بالروح، الكتاب خير جليس، وعندي صديق. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو بلا حب. تصوروا هيدا ميت، يعني ميت وتقيل الدم، مين بده يدفشه؟ يعني نبر يندفي. بس مين السبب؟ أنت وأنا. أنا بجرب دايما بشوف هيك وبحاول، بعدني ما بقطع الأمل، بقول له فيك تقرأ، عندك إيميل، كيف فينا نتعاون؟ مش حالي مصاري خلص سكرت الجيبة. بس في طرق كتير إنك تقدر تساعده يكون عم بتصيد سمكة ما تعطي سمكة. الحياة جمال في المرأة وفضيلة في الرجل، والرجل كمان عنده حياة، والمرأة عندها فضيلة، الفضل للفضيل والفضيلة. صديقك من يصارحك بأخطائك، لمن يجاملها ليكسب رضاك. هيدا عدو ما بدي وجها لوجه، أنا بزعل من واحد دغري بيتر وبمشو باسم وبلمشو، ما بدي اياهم. أعز صديق بحياتي بلبنان هو خليل أبو الشواري، ما فيني مرة من زمانك فتحت الباب هو ماشي وفي الليل كنت رح نصور لحقني على البيت وما بنسى. اللي معك حق، قلت له ما بدي اياهم كلهم، لا عنده لا تلفزيون ولا كله، بوم كبيته، ولا كل هالأغنية اللي كنت معهم. بشكرك بندر وهيفا الفيصل بعيوني، انتو اكيد اذا جعت بجي عبيبكم، بس دولار من كل عربي احلى من مليون ومليار دولار منك. هالمليار دولار منك رح نضل قاعدين بالجورة. انت افتحوا، انتو اعملوا شي باموالكم، انا بجي صدقة ما بدي شي، عم بجي ماشي على اجرية. انتوا حللوا حياتكم واموالكم، شو عملتوا؟ شفتوا هيدا الراجحي اللي مات مدري شو اسمه سو. كلنا تحت هالارض، كلنا بهالقبر، من التراب الى التراب. الصداقه بئر يزداد عمقا كلما اخذت منه، بس هالصداقه يلي هي بهالبير ما بدي اخذ منك، بدي اخذها من نفسي. مريم صديقه مريم، وقت أنا بتعرف على هالصداقة وصادقة فيها وبشارك مع سلامة، إذا بلاقيك بكبك. نعم، كل واحد منا، كل إنسان عنده صدق شوفه موجود فيك. وفينا انطوى العالم الأكبر وقت اللي قال الحلاج أنا الصدق وأنا الحق، قطعني له ايديه واجريه ولسانه وعينيه وضل يبتسم.
إلهكم تحت إجري، قال لهم نبشوا تحت إجري في مصاري. نعم، الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. إذا كانت ابتسامة من قلبي مش من جيبي، بس الابتسامة مثل ابتسامات رجال الدين والسياسيين، هاي مؤسسات، هاي كلها كذب ونفاق. هاي اللي وصلنا لهون، أهل السلطة وأهل المال كلها. مات المسيح عملنا منه حزب، مات محمد عملنا حزب، إذاك عملنا منه هيك صارت. وش عملنا حزب؟ قال ما رح نطول، رح تعملوا مني ديانة. عملنا حزب، بس إذا حرقوا شجرة ما حرقوا كل الغابة. انتبهوا، كل يلي شفتهم بلبنان طلعتهم معي 99.99 كذابين، بس بضل في حدا صادق. كلهم بيروحوا لعند اوشو. اخر مره رحت فيها عبونا لقيت في كثير لبنانيين وبنات وشباب، قلت لهم اكيد بتعرفوا هالمره مشان هيك جيتوا. راح يشربوا ويدخنوا وحركات. هل أتفهموا؟ هل أتشافوا منها؟ وخدت ايميلاتهم وبعثت لهم، ما حدا جاوب. مين بيسترجي يجاوب الحق؟ بيتبهدل، بينصحي. بس ويك اب، مش ميك اب، اتس تايم تو ويك اب يا جماعه. اذا هلا اجت زلزله وهلزه وراحت هالكره الارضيه قريبا ان شاء الله، يا بخيلك بهاللحظه تعملها هيك. العالم كله عم يدعي هلا، كله. ناو از ذا اونلي تايم، جلوبال مادنس، جلوبال سويسايد. لوين بنروح؟ ناو اتس ذا تايم تو جو هوم. امريكا كلها هلا عم تبلش، كلهم عم بيبعتوا ايميلات. ناو از ذا تايم تو جو هوم. بدنا نروح على البيت، شو قاعدين نعمل هون؟ نرضي اوباما وهيدا وهيدا وهيدا، والدولار والدرهم والدينار والعقار، واعلى برج بالعالم. هيدا برج، هيدا جرب العرب. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. نحن دائما هونيك، شو في قولكم؟ ليش طلع على اخر الجبل لفوق؟ لانه هيك موجود. اخجي انا بالجينيس بوكس اني انا عملت احلى تبوله وانا احلى فتوش وانا. يا عار العالم، فلسطين عم بتموت وهيك، وعملوا اكبر بقلاوه يعني تنشهروا بجينيس. لخي ما ببزقوا عليك، بالك هلا بالبقلاوه بالحلويات ومين عملها ومين عمل. ليش نزلت لتحت تيقولوا كوستو نزل على كعب البحر؟ له يا خيي في سمكه صغيره تحت احلى منك، طبيعتها هي. نعم، من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير. قال له بيت من عنكبوت كثير عليه بموت، خلصنا. نيال من له مرقد عنز بجبل لبنان قريبا ان شاء الله، بقعد بهالمغاره واهله وسهله. من بيجي؟ ما بفوت، ما بقعد، بيجي على التلفزيون. التلفزيون كله بيجي اذا بده مريم، اللي بده الجبل بيطلع الجبل، ماني بحاجه لحدا. رحت من كم يوم، يعني خليل ومرته بيضحكوا لي كيف بتبهدلي الناس هي؟ قلت له شو عم بهدل؟ طالع ريحتك ما بدي اياك تكون حد انت، وانت كمان، وانت كمان سيارتك مجوية ومرقطة، ما بدي اياكم انتم. ما عندي تهذيب اجتماعي ابدا، معي ساعتها مش عايزة حدا، وحدي ما بدي سير. مش عاجبه؟ مع السلامة. دريت بلوك اف يو سي كي. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب الطيبة. ما بقى في شيء طيب، ده كله ميت. إذا عندك حق بقلبك بيمرق بالنوايا بدون ما تحكي، مثل الأطفال مثل الطبيعة. ما بدي ناس جملهم أبدا، مش عايزتك أبدا، ماني عايزة حدا. الله عايزنا، بده مين يطبخ ويجلي ويكنس، بده الله عبده يتقرب إلي بالنوافل حتى، ما بدي حدا. كتار هلا بالعالم لا بيشربوا ولا بيحكوا ولا بيتنفسوا، وإذا بتشوفوهم ما بتصدقوا هيك بشر. جس مهين. اللي تسألوني بقى، اللي بيسألني وين بقى كبهم. إذا ازداد الغرور نقص السرور. أكيد واحد يعني أنا السفير وسعادة مدري شو، شو دخلك شو اللي هالألقاب؟ طب شو اسمك؟ خلصنا. أكيد بخاف،
بدهم حدا هيك يكرمهم باللقب، وشو حلو هالجزئين اللي حملتيه وانت اعطيكم. نعم اعطيوني وسام. ايش بيعطون هودي اللي بيغنوا وكلهم هيك اوسمه وبيحطون على الحيطان؟ ولخي اخذهم معك على القبره؟ قال لا لمرته بس موت وتحطي لي مصرياتي معي. انتبهتي؟ فهمتي؟ مات طب تشيك. قال له شو عم تعملي؟ حطته بالتابوت. قالت له خليه يصرفه هونيك. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. شوفوا الضمير يعني أول شيء ما في دين مادة قبل أن يجف عرقه وقبل ما يشتغلوا عرق. أول الشهر أنا بدفع هيك تفضلي وشكرا. مش بس المعاش، في زيادة وفي أشياء وشو عندي بالبيت. أحلى شيء أنا بشتري لألي، ما بغالي إلا بالغالي. وإذا منا عايزة بقى ليلى وفلان أعطيها لمين إلنا. صرمية وحدة بتكفيني، رحت على مصر جابوا لي صرمية بس جيت قلت لها هيدي شوفي لمين بتعطيني إياها. يعني انا البرتاح ما علي دين لا مادي ولا معنوي. العاطل ديليت وبلوك وبقول له اياها وهيديك الصديق وخلص. وقد بساطك مد اجريك. سليمان فرنجيه هي لك هالكلمه. في كثير كلمات عندك بمنطقتك غيرها، ما بدك قانون. محبتك انت ومرتك وبنتك واصحابك بتكفي. هيك فرشخنا ومدري شو، شيل كلمات كفاره كفر 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 شيلها. هالكلمة وقت اللي بتقول على أي كلمة كفر هي كفرة يعني غطى كفرات السيارة. في كلام كتير وبتضرب هاي الطاقة منهم كلمة كفر. كفر زبيان، كفر عقا، مدري شو، كفر 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 كفر. كلنا عنا جهل يا أخوتي، والإنسان عدو ما يجهل، وكلنا ضحية الضحية. We are victims of victims. Be a victor. حركة غير أسماء كتيرة بالمعمودية بيغيروا لنا أسمينا، وبيكون اسمك ماري أو اسمك تيريز بيغير. بس ما في علم، ما في فهم، ما بنفهم ليش. هلأ بدي ضل شك من الشك إلى اليقين. سامحنا يا مصطفى محمود، ما فكرنا فيه إلا بس مات. دايما هيك بس يموت نحط له زهرة ونجي منزور القبر. كلينتون تجي بتزور القبر عند الحريري، وهيدي دينيا واسلاميا ممنوعه. بعد ثالث يوم خلصنا. بس المجاملات. نعم الضمير المطمئن خير وساده للراحه. شو كانت مخده الحبيب محمد؟ افهم مني انت. من يزرع المعروف يحصد الشكر. شوفوا المعروف، انا ما بقى اعمل معروف مع مين ما كان، تعلمته وان شاء الله رح ضل اوقع بس بتعلم. مع المعروف مع اهل المعروف. ما ترمي مجوهراتك للخنازير. قال المسيح بس او شو قال يا عم ارموها للخنازير، لانه في خنازير احلى من البشر. بس يلا معلش لا انتبهوا، مش للجوعان وهيك مثل ما بنلم بالجمعيات الخيريه انه هيدي فقيره وهيدي، هيدا كله كذبه. احنا لبعضنا كلنا عم نعض بعضنا. كذابين من فين؟ اتحديكم جبتوا له هيك جبتوا. علموه هو يكون صياد. لا تعطوا سمكه. علم ابدان واديان. العلم يلي قليل بهالعالم العربي عندهم اياه، وانا منهم. الانا الكونيه لحيب الانا الصغيره. نعم البستان الجميل لا يخلو من الافاعي. دايما في حي يا اخوتي بكل انسان. حد الحي فراش ونام، وحد العقرب لا تقرب. فاذا بتنتبه للحي والحي ما بتعقصك، اول مره بتعمل لك هيك، ثاني مره بتعمل لها هيك، ثالث مره بتعطيك اشارات. بس اذا بدك تاذيها بدها تاذيك. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. انا عمري جسديا يا 75 يا 77 حسب ما بعرف شو، يا 80. بس العمر هذا للجسد. التقويم ميلادي ولا هجري ولا تقويم ياباني او صيني او هذا جسدك، ولكن عمرك الحقيقي هو الطاقه اللي فيك، هالصحه هالوعي، لا بتخلق ولا بتموت. هالطفوله اللي فيك، هالامومه هالابوه هالحكمه، هذا العمر. مش انه ميك اب، ما في حدا ما بيعمل ميك اب الا مريم نور. على كل وسائل الاعلام قالوا لي رجال بتعمل ميك اب. شفت واحد بيطلع على الال بي سي بتقول الاخبار؟ شفتك رجال بس بالميك اب. هلا بشوفك لونك احمر هيك عم بوجه.
بتسمع هيك؟ قال لي لا بكون عرقان. ولك يا خي حق على العرق لانك عرقان، هيدا عذر اقبح من ذنب. ما بقى في وجه طبيعي، لان لازم نكون كلنا شباب ونحمي شعراتنا هيك بنوقفهم، البنات النسوان والرجال بوقفهم من هون، عم تنضرب سرطان البروستات. عقليتهم هون اليهود، نحن هدى جواوا. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. هلا قالوا لي في برنامج شو سرك مسيو؟ قالي لي هي في مكانات إذا كنت عم بتكذب أو إذا كنت عم تحكي حقيقة. وأنا سري وكيف كان؟ وبتعمل هيك وشعراتها. اليوم أي تلفزيون أو أي برنامج أو حضرة محترمة بالعلم ممنوع تطلع عامل ميك أب أو تاتو ومحمد أعلى الناموسة والمتنمصة. ولكن سكرنا باب العلم، وقت بتسكر باب العلم راح الفهم. تتذكر وقت اللي الحبيب قال لهم خذ البردة لقويسه، ما قال خذها يا علي خذها. بتعرفوا هيدي بدلة لبسها الحبيب، يعني شعره من محمد يعني مضوية باكستان. راح عليه شافوا انت قوس؟ قالوا له الحبيب قال هيك. قالوا هلا كان هون. قالوا علي مات. قالوا هلا كان هون. قالوا كيف شفته؟ بكي علي. قالوا انا مره شفته بالحق. قالوا سني وسنه اثنيناتهم وقعوا بمعركه احد. قالوا نعم. فاذا كل واحد منا يفوت بعلم الابعاد بالمدد يا مدد.